بنرحب فيكم مشاهدينا من جديد. يتميز كبار السن بخصوصيتهم عن الفئات العمرية الأخرى، وذلك لاختلاف أداء أعضاء الجسم لوظائفها. وبعدما كان الطب المسنين يتبع الأمراض الباطنية في بداية الأمر، أصبح بعد ذلك علما قائما بحد ذاته، مثله مثل طب الأطفال وغيره من أنواع. وطبعا يهدف هذا الطب إلى دراسة صحة كبار السن وعلاج الأمراض الشائعة في الشيخوخة. للتعرف أكثر على طب المسنين، نستضيف الاستشاري في أمراض الباطنية والمسنين الدكتور عبد الله سعيد آل علي. مرحب فيك دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا فيك دكتور. لما نحكي طب المسنين، ماذا ما المفهوم الذي يندرج تحت هذا المسمى؟ هل فقط أمراض معينة أم عناية أيضا بهذه الفئة؟ نعم، بالنسبة لطب المسنين، من الاسم المسنين، نعم، الفئة معروفة، الفئة المعروفة. فطبعا الأبحاث العلمية لم تثبت أو أن لم تشير إلى عمر محدد، لكن أجمع الخبراء أن العمر اللي فوق 65 فما فوق، في بعض الأماكن قالوا 70 فما فوق. نعم. فهي الأمراض التي تأتي في المسنين هي الأمراض هي التي تأتي مرتبطة بالعمر. نعم. كل ما زاد العمر كل ما يعني الأمراض هاي بتظهر في هاي الفئة العمرية. في هاي الفئة العمرية. طيب، نعم. هذا طب المسنين هل فقط هو يعالج هذه الأمراض أم أيضا يشمل العناية بهم كفئة عمرية؟ نعم نعم. فبالنسبة للعلاج الأمراض it's three dimensional، يعني ثلاث أبعاد. نعم. العلاج الدوائي والعلاج السيكولوجي النفسي، النفسي، والعلاج السوشيال يعني الاجتماعي. نعم. الاجتماعي الإضافة تقريبا إلى ثلث ما يعمله الطبيب المسنين هو عملية إعادة التأهيل. نعم. للمسن. فالمسن عندما يدخل المستشفى مثلا في التهاب الصدر، نعم، أو ثاني يوم بعد دخوله المستشفى، نعم، يأتي أخصائي العلاج الطبيعي من أجل حركة هذا المسن، لأن المسنين معرضين لأن يفقدون الحركة بسرعة أسرع. طبعاً. من ومن خلال إعادة التأهيل. نعم. يتم كسبها من جديد. كسبها من جديد حتى نتمكن من إعادة المسن إلى حياته الطبيعية قبل. نعم. دخولها المستشفى. نعم. نعم. دكتور، حضرتك طبعاً. نعم. تقريباً من أوائل الأطباء. نعم. في دولة الإمارات. نعم. متخصصين في هذا المجال. نعم. يعني خبرنا شو اللي وجهك لتتخصص في هذا المجال، وأيضاً. نعم. هل واجهت بعض الصعوبات؟ نعم. والله شوف، الـ 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 المسنين يزداد عددهم بشكل كبير في العالم، ودولة الإمارات جزء من هذا العالم. بالإضافة إلى أن هناك تغيرات مثل ما ذكرتي في بداية تقديمك، تغيرات فسيولوجية تحصل في المسنين، فجعل الأعراض الأمراض تختلف عن الناس الأصغر سنا. طبعا. بالإضافة إلى تشخيص المرض وحتى العلاج. فهذا ما جعلني أتجه للتخصص لنفهم هذه الفئة العمرية بشكل أكبر من أجل تقديم رعاية طبية أفضل لهم. طبعا. نعم. خلينا هل نفوت أكثر من ناحية طبية. نعم. على الأمراض الشائعة في. نعم. هذه السن. نعم. للمسنين والمسنات. نعم. أيضا بشكل عام أمراض شائعة. نعم. يعني مثل ما قلت من 65 لفوق أو 70 ولفوق. نعم. خبرنا عنهم دكتور. شوفي، المرض المتعارف، الأمراض المتعارف بين الناس هي مرض الخرف. نعم. بأنواعه المختلفة. طبعا. والنوع الأكثر شيوعا هو الألزهايمر. فطبعا المرض الألزهايمر يزداد مع كبر السن، حيث أن بعد العمر 80 وحتى 85 الشخص من كل 3 أشخاص يكون معرضين للإصابة بالألزهايمر. نعم. المرض الآخر هو الهذيان الحاد. نعم. كيف شو هو الهذيان الحاد؟ هذا يحدث عند المسن عندما يصابوا بأعكة صحية. مم. يعني مثلا التهاب الصدر، التهاب الجهاز البولي. مم. فتجد المسن الإحساس عنده أو الإدراك مختلف. نعم. فتجده يعني يتكلم بصورة غير مفهومة، وحتى ما يتعرف إلى أقرب الناس له. مم. وهذا يحدث أكثر شيء في المسنين عندما يدخلون المستشفى. السبب يعني هل نوع أدوية أو ماذا؟ هو تغير البيئة. نعم. بيئة البيت غير عن بيئة المستشفى. الأدوية اللي ذكرتي فيه، الأدوية المسنين، المخ عند المسنين أكثر حساسية لنوع معين من الأدوية. نعم. فهذا الهذيان الحاد ميزته أنه إذا عالجت السبب المسن ممكن يرجع لحالته الطبيعية. نعم. أو في بعض المسنين ممكن يستمر معهم لمدة أطول، فبعدها ممكن يتحول الهذيان الحاد إلى خرف. نعم. إلى خرف. تطور هو الخرف. الخرف. نعم. وأحب أشير نقطة مهمة مثل الهذيان الحاد، بالنسبة للأطباء عليهم يتعرف عليه بصورة مبكرة، لأن الوفاة التي تنتج من الهذيان الحاد تساوي الوفاة التي تنتج من الجلطة أو الذبحة الصدرية. لهالدرجة هو خطير. نعم، هاي الدرجة. نعم. ما هي أعراضه دكتور؟ مثل ما قلت لك، تكون أن الأعراض تظهر بصورة فجأة. نعم. عدم مثل ما قلت لك، ما في تركيز. ما في تركيز. نعم. تحصل بعض الأحيان هالوسواس بصرية، تحصل الإنسان متهيج،
احنا ممكن في يمكن ما في يعني فينا نقول خط رفيع بينه وبين الخرف، كيف ممكن يقول عنه انه هذيان حاد؟ الفرق بينهم ان المريض في الهذيان الحاد يحدث بصوره فجاه، اما الخرف على مدى اطول تدريجيا. نعم. الوعي عند المريض عند خرف في اغلب الاحيان يكون وعي واعي، اما اللي عند الهذيان الحاد يكون الوعي مال اقل. نعم. تحصل المريض عند الهذيان الحاد في دقيقه تحصله طبيعي، في دقيقة أخرى قد حصلها تقلبات واضحة جداً، تقلبات في النفسية. نعم. نفسية. نعم. نعم. نعم دكتور، إحنا حنعرض بعض الصور لبعض الأمراض اللي أنت ذكرتها. نعم. بس تشير لنا شو هو المرض أو نوعية المرض. نعم. وبنفس الوقت هل هناك اختلاف ما بين أمراض خاصة للمسنين الذكور والمسنات؟ نعم. أيضاً نعم نعم. هذه مثل تشاهدون التقرحات الجلدية. نعم. وتحدث بشكل أكبر للمسنين الذين يعني طريحي الفراش، ما عندهم حركة. النقطة بالنسبة للتقرحات هذه تكون دلالة. نعم. على جودة الرعاية للمسن. المسن الذي لا يوجد رعاية كافية ممكن معرض بشكل أكبر لإصابة التقرحات الجلدية. نعم، يعني في حالة هاي الإصابة التقرحات هاي لعدم وجود رعاية. وجود رعاية هي للمسن مثل ما ذكرت. لما تظهر دكتور، بمجرد ما تظهر وانتبهوا مثلا أهل البيت عليها، هل شو لازم يعملوا؟ فورا يروحوا على المستشفى دكتور مختص؟ ممكن يروحوا على المستشفى، ممكن أنهم يسمونه ينادوا في لكن لازم علاج طبي. علاج طبي ممكن في الخدمات الطبية تروح البيوت عندنا في الإمارات، ممكن يرعون ذلك. نعم. هذه الصورة لجزئين من الدماغ، الجزء الطبيعي والجزء اللي حصل فيه ضمور، وهذا الضمور قد يكون أحد أعراض الخرف. فالخرف يحدث ضمور في عدة أماكن معينة من المخ. نعم. وعلى حسب المكان تختلف الأعراض، أعراض الخرف، فتكون أعراض ذاكرة، قد تكون في الفص الصدغي. نعم. في الفص الأمامي تكون أكثر أعراض سلوكية. نعم. وقد تكون بعض الأحيان مشكلة في اللغة. نعم. بس مش بالضرورة كل إنسان عنده خرف يكون عنده ضمور في اللغة. يعني في هذا الضمور أو التآكل نوعا ما في الدماغ. نعم. هو بتحدد في موقع وبتحدد مدى. نعم. الخرف. نعم. طب إحنا عم نشوف صورة تانية. هاي الصورة للجهاز البولي، فالمرض السلس، وهو السلس عنده. نعم. قدرة التحكم في البول. نعم. فطبعا المسن عندما تحصل تغيرات في التركيب الجهاز البولي عند المسن. نعم. بالإضافة إلى أن عدد الأمراض اللي موجود عند المسن تساعد ان المسن انه يصاب بسلس البول، بالاضافه الى الادويه. فيتم نحن نحاول قدر الامكان ان نحاول نعالج بدون ادويه، مثل التمارين الخاصه في الجهاز البولي تساعد المسن. كيف يعني تمارين دكتور؟ يعني مثل اذا جئنا للمسنه على سبيل المثال لتكون يعني اللي هي ولاده. نعم. متكرره، نعمل بعض الاكسرسايز يسمونه كيجل اكسرسايز. نعم. اللي تساعد تقويه العظام، عضله الحوض. نعم. طيب دكتور، طبعا هاي صوره مراه تعاني من الزهايمر يمكن. لا، هذه هي ممكن تعاني من الزهايمر، وهذه صوره مراه موجوده في المستشفى تعاني من هذين الحالتين. تشاهد على وجهها انها يعني في حاله توهان او. نعم. هذا، فمثل ما قلت ان وجود المسن في المستشفيات احد اسباب الاصابه بالهذيان. طبعا يعني انت يمكن دكتور عم توجه لنا رساله وللمشاهدين انه بيئة المستشفى هي بيئة مؤقتة نوعا ما. نعم. جيدة. نعم. بشكل مؤقت. نعم. للمسن. نعم. ولكن ليس بشكل دائم. وإذا قدرنا أن نقدم الرعاية الطبية للمسن في بيته. نعم. بيكون بشكل أفضل. نعم. بيكون بشكل أفضل. طيب دكتور، هل هناك أمراض خاصة للمسنات أمراض خاصة للمسنين؟ والله شوف، الأمراض هي مشتركة. نعم. ولكن هناك في نسب متفاوتة. فإذا أخذنا الخرف مثلا، هناك الخرف الذي الزهايمر يجد أكثر في المسنات، أما الخرف الذي يسمى الخرف في الفص الأمامي للمخ أكثر في الذكور. هي الذاكرة الأكثر في الذكور، الفص الأمامي للمخ. نعم. يكون أكثر في الذكور. نعم. نعم. طيب دكتور، دائما نلاحظ هناك فروقات من ناحية رعاية هذه الفئة. نعم. فئة المسنين بين. نعم. العالم العربي. نعم. والغرب. نعم. يعني بماذا تتمثل هذه الفروقات ولماذا ليست موجودة عندنا؟ نعم. شوفي، خلينا نتكلم أولا عن الشرق. فنحن مجتمع عربي، مجتمع مسلم، فبجزء من ثقافتنا ان احنا نحترم الكبير ونرعى الكبير، بالاضافه ان الروابط الاسريه ان امتن من الموجوده في الغرب. فتجد الانسان عندما يتقدم فيه العمر تجد حوالينا ابناء او احفاده، فهناك الرعايه موجوده. ولكن اذا قارناها في الغرب، على الرغم من الروابط الاسريه في الغرب ليست بمتانه الروابط الاسريه عندنا في الشرق، ولكنهم قطعوا خطوات كبيره في مجال الخدمات اللي توفر للمسنين بسبب وجود تخصص كبار السن تقريبا صار له من 30 و50 سنه. نعم. فتجد المسن يعيش لسنوات اطول في صحه جيده،
تجده مثلا يعني لا يعتمد على غيره، ممكن يعيش لوحده. تجد المسن يتماشى في الشارع تلاقيه مثلا يجري طبعا، يمارس لعبه الجولف او انه يقود السياره، او حتى له مفهوم مساهمات فكرة انه مساهمات. هو كبير بالعمر مختلف عنا لما يكون كبير بالعمر، عندهم هو بتابع حياته. هي. في تلاقي له اعمال تطوعيه، تلاقيه يساهم في المجتمع، فهو ما يكون رقم مهمش. بالاضافه ان الابحاث اللي كانت تهم المسنين في السابق اصبحت المسنين جزء اساسي من الابحاث. نعم. طب دكتور، يعني ما مدى وجود وعي في الوطن العربي والشرق الاوسط نحو طب المسنين؟ هل هناك في وعي؟ هل هاي الفكره منتشره بين الناس؟ ايضا بالنسبه للرعايه، يعني مرض الخرف يعني مرض منتشر بكثره، هل هناك رعايه منزليه خاصه به؟ او بتنصح المشاهدين بطرق خاصه لرعايه المسنين اللي بيعانوا من هاي الامراض؟ بالنسبه للوعي، انا لاحظت السنوات الاخيره ان عندنا في مجتمعنا العربي وفي مجتمع الامارات بدوا يشوفون ان هناك عدد كبير من المسنين، بدوا ان الناس بروحهم يعني يجون يقولوا لك نحن محتاجين دكتور متخصص في المسنين. نعم. وهذه خطوه ايجابيه. اما بالنسبه للرعايه المريض الخرف، انا هري اوجه رساله، لان علينا ان نشخص هذا المرض بصوره مبكره. نعم. وهذا لان الادويه اللي تعالج النسيان او المخصص للذاكره تكون اكثر فائده في المراحل المبكره. وهنا اوجه رساله للاهل المشاهدين اللي مثلا اللي عندهم مسنين، يشوفون اذا كان المسن بدا ينسى بشكل متكرر، يلاحظوا هالشيء، او انه مثلا عدم القدره على اداء الوظائف اليوميه، مثلا يعني ينسى ياخذ ادويته مثلا سبيل المثال، او انه مثلا تجد انه ظهر عليه اعراض الاكتئاب، والاعراض الاكتئاب قد تكون هي اعراض خرف. فيذهب طبيب مختص الذي يكون بالتشخيص واعطاه الادويه. نعم. الادويه التي يعني اثبتت علميا انها ممكن مفيده تكون من سنه 3 سنوات او حتى مده اطول، بالاضافه الى توفير اجراءات السلامه في البيت، عدم المسن هذا اللي عنده الخرف لا يترك لوحده في البيت. او حتى اذا ذهب الى المطبخ لا يذهب لوحده، او ذهب لوحده يتاكدون انه ما ترك الفرن شغال او ترك الميكرويف شغال. طبعا. او حتى اذا خرج لوحده يضع مثل ساعه فيها عليها تفاصيل الاسم العنوان، وهذا حتى انه يتمكن يسمونه اذا احد وجده ظاهر يرجعه لمكان مكان اقامته. بالاضافه اذا كان المسن يقود السياره، ففي المراحل المبكره من تشخيص الخرف عليه ان يعمل فحص القياده. نعم. وفي المراحل المتقدمه نحن نطلب من المسن عدم القياده او اهله عدم القياده، وفي انواع معينه من الخرف عليه ان لا يقود نهائيا. نهائيا. بالاضافه الى جعل الروتين اليومي في البيت بسيط. عدم جعله ما يخلونه بشكل معقد، لان المسن المخ اللي عنده خرف يكون بسيط، ما يقدر يتعامل مع الاشياء المعقده. نعم. بالاضافه الى تجنب الادويه التي ممكن يعني تزيد اعراض الخرف، كالمهدئات والمسكنات التي ممكن يعني تخلي الاعراض الخرف بشكل اوضح. يعني باختصار دكتور عبد الله، انت عم توجه نصيحه للمشاهدين انه المسن بمختلف امراض التي سيصاب بها او مصاب بها، سواء كان الخرف الى اخره، يحتاج رعايه وملاحظه ومراقبه ايضا. يعني اذا بقوموا بكل هالخطوات يعني هي عوض انه يرسلوهم لدار المسنين، اللي هو هذا الشيء نوعا ما صعب له. وهذه فكره تخصص كبار السن. نعم. هو ان نحن نجعل المسن يعيش مدة أطول في بيته معتمد على نفسه. طبعا. ونؤخر أو نمنع الذهاب إلى دار المسنين. طبعا هذا أهم شيء. نعم. في النهاية دكتور، كيف بتشوف مستقبل طب المسنين في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في الخليج العربي؟ نعم. والله أنا إنسان متفائل. نعم. هناك عدد من الأطباء اللي مثلا عندي زملائي في السعودية في الوطن العربي شفت متخصص كبار السن، ونحن عندنا في دولة الإمارات المناخ طيب ومشجع على الابداع وعلى الدعم على كل شيء مفيد. نعم. للمسنين. فانا ان شاء الله يعني لسه جاي من كندا تقريبا، صار لي 3 اشهر. نعم. فانسان عنده طموحات، فاحد الاشياء اللي افكر فيها زياده الوعي عند العامه، الخدمات اللي يقدمها دكتور متخصص في المسنين، جعل ماده تخصص المسنين ماده اساسيه في كليات الطب. نعم. بحيث ان الطبيب الجديد تخرج عند ابجديات التعامل مع المسنين، بالإضافة إلى تنشيط الجانب البحثي أن في الوطن العربي بالنسبة لأمراض المسنين، حيث أن الوطن العربي بيئة خاصة بالكثير من الأفكار الجيدة لتكون يعني المادة مفيدة للبحوث. طبعا أكيد. نعم. شكرك دكتور عبد الله تواجدك معنا، يعني تعرفنا اليوم على طب جديد وهو أساسي مهم مثل طب الأطفال أو أي نوع من العلاجات أيضا. شكرا كثير لك دكتور. عفوا.